إذن بعجالة سأذهب إلى السيد الخراطي أبو عزة عن هذه الجوانب للرد عليها. أنتم كهيئة تدافع عن حقوق المستهلك المغربي، كيف تتابعون هذا التحرك الاحتجاجي للصيادلة من حيث شكله وتوقيته؟ بالطبع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع عن كثب كل ما يقع في السوق المغربي، وخاصة ما يتعلق بما هو صحي، وكذلك ما يتعلق ببعض المهنية الشريفة كالصيادلة. إلا أن هناك تنديد من طرف الجامعة المغربية حقوق المستهلك، أولا في التوقيت، لأن في شهر رمضان الأبرك غالبا ما تكونش الاحتجاج، غالبا بأن الناس تكون محتاجة للأدوية، التوقيت غير مناسب. أولا إحنا تعرفوا بأن الإضراب حق، ولكن نتساءل لماذا تم إقحام المستهلك في عراك بين الإدارة وبين الصيادلة. المستهلك أصبح رهينة للصيادلة لمدة 24 ساعة بدون دواء، وخاصة الأمراض المزمنة. والسيدة ذكرت بأن في طلبهم من الناس لمراد يشتري الدواء. نعم، طيب أليست هذه نقطة تحسب لصيادلة أنهم يعني يوجهوا هذا النداء؟ العكس سيدتي، هذه لا تحسب للصيدلة. فبالطبع بأن الصيدلي يلعب دور مهم في المساهمة الصحية للمواطن، وبالتالي كان عليهم بأن على الأقل داروا الإضراب، يخليوا بأن بعض الصيدليات للمداومة للحراسة. قراءة الجامعة المغربية حقوق المستهلك النداء لاقتناء الأدوية، هذا يعني الربح السريع، او اللي ما غنبيعش هذاك اليوم ديال الاضراب خاصني نبيعو يوم ولا يومين قبل.